خطفت سيارة ترافيرز 2022 الأنظار منذ إعلان شركة شيفروليه الأمريكية عنها، فقد تم وصفها بأنها من أقوى السيارات المعروضة، ويرجع ذلك إلى مواصفاتها التي مكنتها من منافسة عدد هائل من السيارات، وعلى رأسهم سيارات دوج درانكو وسيارات فورد إكسبلور وسيارات هوندا بايلوت ونيسان وكيا وكذلك هيونداي. وتعتبر جميع هذه الموديلات من عمالقة السيارات، وحرصت شيفروليه على طرح موديلات قوية في مواصفاتها، وتجد أن المظهر الخارجي لها يتسم بالبساطة والعصرية، حيث يوجد بها 3 صفوف من المقاعد، وبذلك تأخذ عددا أكبر من الركاب وتوفر قيادة آمنة ومريحة. وسيتم طرحها ب6 فئات مختلفة وبأسعار تتراوح ما بين 32 ألف وبين 53 ألف دولار أمريكي.